السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة حيث أنه فيه صور جديدة تعود إلى البارحة واللي ما تظهرش كثير، يعني تغيير يعني في مستوى الأشغال ما كاش جديد. جديد راهو في قضية جلب الكراسي، حيث أنه تم يعني وصول كمية كبيرة من الكراسي وكما كان منتظر، فالألوان هي الأخضر والأحمر. إذن هذه هي الألوان، هي على حسب كما كان منتظر ألوان تاع مولودية الجزائر. ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.